كل المحبين يا دكتور والمتابعين والمريدين يلاحظوا انك معناها تشد الارقام بشكل كبير في راسك، ما وصلوا ذلك؟ والله حفظ القران نعمه كبيره، يقوي الذاكره يعني ويجعل الانسان يعني ذاكرته حاضره بفضل الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سؤال ثاني، في محاضره سابقه تقول ان الطوفان الذي وقع في عهد سيدنا نوح عليه السلام كان طوفان محدود، وقع في منطقه معينه جدا، وربي سبحانه وتعالى يقول في القرآن وجعلنا ضربتهم الباقون. نعم. هل هذا يعني، هل نفهم من هذا أن في ذلك الزمان لم يكن هناك معناه على الكرة الأرضية بشر إلا نوح؟ لا، نوح وقومه فقط. فقط، ما هناش ناس آخرين في أي مكان من العالم. لأن احنا البشرية كلها بدأت من آدم وحواء. نعم. وآدم وحواء نزل في مكة. وجاء من ذريتهما قوم نوح. أيوة. بعد 10 قرون. نعم، بعد 10 قرون كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قوم نوح انتشروا بين دجلة والفرات. أيوة. لأن كان البشر قديما يحبون السكنة بالقرب من الأنهار. فانتشروا بين دجلة والفرات. والغريب في الأمر أن الأثريين الإنجليز كانوا أثناء احتلالهم للعراق، الله لا يردهم إن شاء الله. أمين إن شاء الله. يعني لما درسوا يعني وجدوا شيء غريب جدا. في تربة المسافة بين دجلة والفرات فيه رسوبيات فيها أثر للإنسان، ثم رسوبيات ما عاد لا يوجد فيها أثر للإنسان، ثم رسوبيات فيها أثر للإنسان، بقايا بيوت ومقابر وفخاريات وزجاجيات إلى آخره. فتعجبوا إيش الفترة اللي فيها بقايا، لأن قالوا فترة طوفان نوح. وطوفان نوح موجود فقط بين دجلة والفرات، يحده الجبال المحيطة بالنهرين دول، ومن جنوب تركيا إلى رأس الخليج فقط. العهد القديم يقول لا، طوفان غمر الأرض ككل. هذا كلام فارغ يعني. يعني لا يوجد كم من الماء على الأرض يغطي الأرض بالكامل ويعلو قمم الجبال بعدة أقدام، لا يوجد هذا. منهج علمي. نعم. نعم. في حديث غريب. نعم. وصف العلماء بأنه غريب، وتحدثت عنه أنت سابقا، قلت الكعبة كانت قشعة على الماء. نعم. وكانت كانت قشعة على الماء. نعم. لأن العلم يقول الآن أن اليابسة كلها يعني الأرض حينما خلقت بدأت كومة من الرماد، ليس فيها شيء أثقل من الألومنيوم، فربي أنزل عليها الحديد. الحديد كما ينزل النيازك الآن، الحديد نزل بكمية كبيرة، ملايين الأطنان من النيازك الحديدية اخترقت كومة الرماد واستقرت في قلبها. ولما يكون عندي جسم كوني يتحرك بسرعة كونية ويقف، السرعة هذه تتحول إلى حرارة، فالحرارة صهرت الأرض. لما صهرت الأرض بدأت الأبخرة والغازات تنطلق منها، فجاء الماء يبرد هذه الكتلة وغمر الكرة بالكامل، لم يكن هناك يابسة. ثم فجر ربنا تبارك وتعالى قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وبدأت البراكين تلقي بحممها، فكونت سلسلة جبلية في وسط المحيط. ومن الغريب أن كل محيطات الأرض الآن في أوسطها سلاسل جبلية تسمى السلسلة الجبلية في وسط المحيط، أو ميد أوشيانيك ريدج، الحافة في وسط المحيط. أول قمة برزت من هذه الحافة فوق الماء كونت جزيرة محيطية كجزر هاواي، جزر اليابان، جزر الفلبين، جزر اندونيسيا. هذه كانت أرض مكة المكرمة، فبعث الله الملائكة تبني الكعبة على هذه البقعة التي حرمها ربنا تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. مع ثورة البراكين بدأت الجزيرة تتوسع حتى تحولت إلى قارة واحدة، سميها العلماء القارة الأم أو أم القارات. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من صدوع إلى القارات السبع الحالية، وبدأت القارات تنزاح وتتباعد عن بعضها البعض، وفي كل الحالات بقيت مكة في وسط اليابسة. يعني بعد مكة المكرمة عن أطراف القارات السبع متساوي تماما 13,000 كيلو، سبحان الله، بفارق 2 ل 8 كيلومترات، وهذا الخطأ البشري في القياس. سبحان الله. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دحيت الأرض من تحت مكة المكرمة، ولذلك سميت بأم القرى، أم العالم. سبحان الله. ولما يقول له رب العالمين ولتنذر أم القرى ومن حولها، يعني العالم كله، ما شاء الله، يعني رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. الله يجزاك الله خير.